بعد مضي أكثر من 10 سنوات على الإبادة الجماعية ضد الأيزيديين، يبقى مصير أكثر من 2600 فتاة وطفل منهم مجهولا حتى الآن. هذا ما جاء في إحصائيات يوردها نواب أيزيديون الذين طالبوا الحكومة ببذل مزيد من الجهود لإنصاف الضحايا، فيما يرى باحثون في شؤون الأقليات أن الحكومة العراقية نجحت إلى حد كبير في التعاطي مع ملف الإبادة الجماعية للأيزيديين، والذي تمثل بصدور قانون الناجيات الأيزيديات رغم التلكؤ في تنفيذ هذا القانون حسب تعبيرهم. رغم أنه إجا متأخر، رغم أنه في الكثير من التلكؤ في التنفيذ، لكن هو يعتبر ضامن حقيقي للناجيات. هذا واحد من الأدوار المهمة للحكومة العراقية. الجانب الآخر أنه الحكومة العراقية لا تحاول أنه تترجم كل فقرات القانون إلى التطبيق العملي، اللي لا نزال نحلم أنه يتطور هذا القانون ويتم الاهتمام به حتى يصل أو تصل كل الناجيات إلى حقوقها. فيما يرى ناشطون في قضايا الأقليات أن العنف المبني على أساس الدين أو المعتقد ما زال مستمرا في سنجار من خلال عدم تطبيق كامل فقرات قانون الناجيات الأيزيديات، والذي يمكن من خلاله تحقيق عملية إعادة إدماجهن في المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. تعتبر منطقة سنجار من المناطق المنكوبة اللي لا يوجد فيها أي خدمات، وبالتالي العمل على تفعيل قانون الناجيات من أجل تقديم الخدمات أو المنصوص عليها بالقانون كالرواتب وقطع الأراضي، هذا ممكن يساهم ولو بشكل بسيط العمل على إعادة إدماج الناجيات في مناطقهم والعيش بكرامة. ومنذ عام 2018 قدمت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 500 مليون دولار لدعم الأيزيديين وغيرهم من الناجين من داعش، والذي ساعد في تعزيز التعددية الدينية والعرقية في العراق وتمكين هذه الفئات المجتمعية من التعافي، منها برامج منح العودة الطوعية الذي مكن آلاف الأيزيديين من العودة بنجاح إلى مناطقهم الأصلية. وتعد الأمم المتحدة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد مناسبة لإدانة تلك الأعمال، مع دعوتها لاتخاذ تدابير تعنى باحترام كرامة الإنسان وتعلي من سيادة القانون. لبرنامج بالعراقي ضياء محمد.